بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. الإمام جزاه الله خيرا كان الوعد لحضور الدرس وسماع التوحيد مرتين. المرة الأولى عندما قرأ في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام أنه حتى في السجن يعلم الناس التوحيد، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المسجون من سجن عن ربه. يعني هذا نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، سجن قدر الله سبحانه وتعالى عليه، هذا رضي بقضاء الله وقدره، بل قدم السجن على حظ النفس على الشهوة. ثم بعد هذا وهو في السجن بدأ يعلم الناس التوحيد. إذا لابد أن نفرح بدرس التوحيد، نسعد. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. بعض الناس يقول: لماذا توحيد توحيد توحيد؟ كل ما نأتي ندرس التوحيد. هذا الكلام لا يقول موحد، لا يعني هذا الكلام الذي يقول هذا الكلام يعني كافر كفر أكبر، لا. لكن الموحد يفرح بالتوحيد، يسعد، لأن حياة العبد، طمأنينة العبد، فلاح العبد بالتوحيد. خلقنا لنوحد الله سبحانه وتعالى. الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في آخر درس من كتاب التوحيد، ختم كتاب التوحيد، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قالوا له: بماذا نبدأ يا شيخ؟ قال: بكتاب التوحيد. قال: يا شيخ، الآن انتهينا من كتاب التوحيد. قال: هذا الكتاب يحتاج أن يكرر عشرات المرات. تقي الدين هلالي إمام رحمه الله يقول: أنا أكرر هذا الكتاب وأقرأ فيه حتى يتقرر عندي التوحيد وأبتعد عن الشرك. هذا يقول الأئمة، شيخ بن باز، تقي الدين هلالي وغيره. وأتي بعض الطلاب يقول: لماذا ندرس كتاب التوحيد؟ درسنا كتاب التوحيد، ما المانع نتذاكر التوحيد؟ لماذا إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة؟ ثم لو تنظر الآن في حال العلماء، في المحاضرات، في الخطب، في الدروس، في الوعظ، في الأسئلة، في الفتاوى، أحيانا تجد أكثر العلماء دائما يرجعوا إلى هذا الكتاب. أصل عندك، إذا تأصل هذا الكتاب، تأصل هذا العلم عندك، أي كتاب التوحيد بإذن الله تشرح ولا إشكال، سلم الوصول أو غيره مثلا. فهذا الكتاب والله مهم جدا، وعلى هذا سار علماء السلف. والله سبحانه وتعالى يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أسأل الله سبحانه وتعالى نوفق الجميع لما أحب وأقول. بعض الناس يظن أن العلم بكثرة يعني الشروحات، لازم كل ما يأتي يشرح شيء يعني مختلف، ولا يدري أنه إذا تأصل وكان لديه أصول يشرح أي شيء بإذن الله. لكن المشكلة ليست بالكثرة، المهم عندنا الضبط لا الكثرة. يعني هؤلاء الأئمة، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين رحمه الله الجميع، عندهم كتب عكفوا عليه ضبطوها، بعد هذا يستطيع يشرح بأي شيء بإذن الله تعالى. فلو ضبطنا هذه الكتب حصل بها خير كبير. ولهذا اخترنا أن تكون يعني هذه الدورة مذاكرة في كتاب التوحيد. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اترككم أنتم أخواننا، خلوكم معي. الحمد لله أحسن رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب
أب بن سليمان التميمي المتوفى سنة 1206 في كتاب التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد. نعم. وقول الله تعالى طيب وما خلق في بعض النسخ لا توجد هذه البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مباشرة دخل في الموضوع. لماذا لم يذكر مقدمة للكتاب؟ اقتدى بعلماء السلف ومنهم البخاري. البخاري رحمه الله تعالى لم يذكر مقدمة للكتاب، يعني لم يكتب هنا هذا الكتاب انتقيت فيه وضعت فيه وكذا. اقتدى بالبخاري. البخاري رحمه الله تعالى أراد أن يعلق الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب متخصص في الحديث، وهنا أراد أن يعلق الناس بالكتاب والسنة، كتاب متخصص في التوحيد. أو كتاب التوحيد هذا مقدمة، لا داعي أن يشرح لك ماذا في هذا الكتاب، هذا فيه التوحيد. أو الأبواب الخمسة على ما سيأتي معنا هي كالمقدمة لكتاب التوحيد، لأن نريد نقسم الكتاب إلى 10 أقسام: مقدمة، تفسير التوحيد، الأدلة البراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، سبب كفر بني آدم، دحض حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة أو في الجزيرة، الأعمال الشيطانية، أعمال القلوب، الأسماء والصفات، المناهي اللفظية، الفاظ الشركية وبعض الشركات والخاتمة. هذا الذي أقول موجود في الكتاب، بعد الدرس تراجع فيه لا إشكال، فهي كالمقدمة. وبعضهم قال أنه سقطت من بعض النساخ، والشيخ العصيمي حفظه الله تعالى أثبت هذه المقدمة، أنه ذكر البسملة والحمدلة والصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. التوحيد ما هو؟ هو حق الله على العبيد. التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذا معناه أن التوحيد أقسام ثلاثة. هذا الباب الأول اصطلح العلماء أن يسموا هذا الباب باب وجوب التوحيد، هو لم يبوب لهذا الباب، قلنا أراد يدخل في الموضوع مباشرة، وهذا من أحسن ما يكون في التأليف. لم يذكر شيئا من كلامه، ذكر أدلة من كتاب السنة. أحسن ميزة تميز بها هذا الكتاب الأدلة من كتاب والسنة. قال وقول الله تعالى. نعم. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبدون يعني يوحدون، الغاية من خلق الجن والإنس عبادة الله سبحانه وتعالى، خلقت حتى تعبد الله. نعم. وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا أي والله لقد بعثنا في كل أمة في كل طائفة رسولا. ما هذا البعث؟ أن يعبدوا الله أي وحدوا الله واجتنبوا الطاغوت. التوحيد حقيقة التوحيد، التوحيد لابد فيه من نفي وإثبات. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إذن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دين واحد. نعم. وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية. نعم. قضاء الله سبحانه وتعالى قضاء شرعي وقضاء كوني، وهنا قضاء شرعي لأن الله سبحانه وتعالى يحبه، وقد يقع وقد لا يقع. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. نعم. بدأ بالتوحيد. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية. اعبدوا الله أي وحدوا الله، ولا تشركوا به شيئا شيئا نكرة، عن كل ما يشرك به من دون الله، نبي أو ولي أو جن أو صالح أو ملك. نعم. وقوله قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. النهي عن الشرك، بدأ بالنهي عن الشرك قبل الأمر بالتوحيد، لابد من التخلية قبل التحلية. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب وصية، لكن ابن مسعود رضي الله عنه نظر أن هذه الآيات الثلاث في كل آية، في نهاية كل آية من هذه الآيات ختمها الله سبحانه وتعالى بقوله ذلكم وصاكم به. والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، ولا يمكن أن يوصي عليه الصلاة والسلام إلا بما أوصى الله، هذا أول. أو أن ابن مسعود رضي الله عنه نظر في هذه الآيات أنها جمعت الدين كله. نعم. التي عليها خاتمة يعني أصلية مصدقة لم تغير ولم تبدل، فليقرأ قوله تعالى. نعم.
فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. هذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ركوب الحمار مع الإرداف عليه، لم يتميز عن الصحابة لا بلباس ولا بركوب، وكان يدخل الداخل ويقول: أفيكم محمد عليه الصلاة والسلام. هذا من تواضع عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال لي يا معاذ. فقال لي يا معاذ، هو خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يناديه وهو قريب؟ يعني انتبه، أنا أقول يا شيخ يعني انتبه. وإذن النداء للتنبيه والسؤال للتشويق. تدري ماذا حدث البارحة في مدينة الكويت؟ تقول: ماذا حدث؟ قل: حدث أمر عظيم. قال: ماذا يشتاق؟ وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأتي بالسؤال حتى يستحضر الصحابة رضو الله عليه. نعم. فقال لي يا معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق العباد على الله هذا يسميه العلماء حق تفضل، كتب ربكم على نفسه الرحمة منة منه وفضلا. نحن لا نلزم الله سبحانه وتعالى بشيء، هو سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة منة منه وفضلا. نعم. قلت نعم. قلت: الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم تقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور القدرية متى الساعة تقول الله أعلم. نعم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. شيئا تعم كل شيء. نعم. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق تفضل. نعم. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. نعم. فيه استحباب بشارة المسلم وإدخال عليه الفرح والسرور، تقول: أبشر بماذا؟ قال: بفضل الله، أبشر بكذا، أبشرك بكذا. نعم. والبشارة سميت بهذا الاسم لأنها تغير البشرة، تتغير الآن، وفي الأصل تكون في الخير وقد تكون في غيرها. هذا نسرع في السلام، قال الله سبحانه وتعالى: فبشرهم بعذاب أليم. نعم. فيه مسائل. لا، مسائل بدون مسائل. نعم. قال رحمه الله تعالى: بعد أن بدأ بوجوب التوحيد أراد أن يشوقك للتوحيد، يقول: تعال أريد أذكر لك فضائل التوحيد حتى تشتاق، لا تذهب عن درس التوحيد ولا تذهب عن التوحيد. فإذا بدأ بوجوب التوحيد، لأن التوحيد أوجب الواجبات وأول الواجبات، وثنى بفضل التوحيد حتى تشتاق للتوحيد، لأن هناك من ينفر عن التوحيد. نعم. لا تظن أن زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوجد أهل نفاق واليوم ما يوجد نفاق، لا، اليوم النفاق أكثر من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية والسلام. نعم. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فضل التوحيد لا يعني أن التوحيد ليس بواجب، كما مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. من صام رمضان إيمان واحتسابا، هذا لا يعني أن صيام رمضان ليس بواجب، بل هو أوجب الواجبات. وقدم المؤلف لك في الباب الأول وجوب التوحيد وثنى بفضل التوحيد حتى تشتاق. نعم. إذا ذكر فضل الشيء لا يعني أن الشيء ليس بواجب، ومن سعة فضل الله أن الله سبحانه وتعالى يوجب الأشياء ويعطي عليها الأجور الكثيرة. نعم. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم. في فضل التوحيد تحقيق الأمن والهداية، أمن في الدنيا وأمن في الآخرة، وهداية في الدنيا وهداية في الآخرة، وبقدر ما تحقق من التوحيد يحصل لك الأمن، يحصل لك الأمن والهداية. قلنا هذا في السجن مطمئن راضي بقضاء الله وقدره، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. نعم. الذين آمنوا يأتي معنا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة: هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل القلب والجوارح يزيد بالطاعة ونقص بالمعصية. الذين آمنوا ولم يلبسوا يخلطوا إيمانهم بظلم، الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هداية في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله من فضله. نعم.